أصيب 12 مدنيا في انفجار عبوة ناسفة زرعت ميليشيات الحوثي بمدينة المخا غرب تعز. وأفاد مصدر أمني مسؤول في إدارة أمن المخا أن الانفجار الذي يحمل بصمات ميليشيات الحوثي استهدف حافلة ركاب صغيرة وسط جولة عدن في ذروة ازدحامها بالمرة والمتسوقين، ما أسفر عن إصابة 12 مواطنا بينهم فتاتان بإصابات متفاوتة.